بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في محاضرتنا لهذا اليوم بدراسة موضوع الاختبارات التي تجرى على المحاولات، أو الاختبار يجرى على المحاولات هو ما يسمى باختبار القطبية بولاريتي تيست. من يستخدم هذا الاختبار وشو المشكلة؟ هذا الاختبار يستخدم أنه إذا كان عندي محاولة بها طرفين، مثل ما تعرفون طرفين للابتدائي اللي تربط المصدر، عندي طرفين للسكندري، وأنا ما أعرف يا طرف يقابل، يعني هذا طرف المحاولة A1 و A2 مسمي أطرافها، ما أعرف هذا الطرف هل هو اللي يقابل A1 أم ما يقابل A1. شو المقصود بهذه الحالة؟ يعني أنا إذا ربطت هذه المحولة للمصدر راح أنطيها موجة ساينسويدال، إذا اعتبرت هذا الطرف هو اللي يقابل الطرف A1 وجيت ربطت هذا اعتبرتها لاين بالسكندري واعتبرت هذا النيوترال، راح أحصل هم أيضا موجة ساينسويدال في جهة السكندري. هذه موجة ساينسويدال في جهة السكندري هل هي إن فيز أو أوت أوف فيز؟ إذا كانت إن فيز معنى هذا الطرف يقابل هذا الطرف، وإذا كانت out of phase معنى هذا الطرف مو هو اللي يقابل، لازم هذا يصير هو الايرث بالسكندري وهذا يصير هو اللاين بالسكندري. إذا كانت out of phase يعني الموجة مقلوبة معنى هذا اللاين وهذا النيوترال. فإذا المشكلة أنه عندي أطراف مال المحولة ما أعرف الأطراف المتقابلة فيها. عادة خلونا النقطة السوداء قرب الطرف هذا، معنى هذا الطرف هو اللي يقابل الطرف A1، أو مثل ما احنا بالمختبر احنا مخالصين كاتبين A1 capital و A2 capital أو A1 small A2 small، هذا الطرف يقابل هذا الطرف، فخالصين من هالمشكله، او مسمينا مثل ما بعض المحاولات انه A1 A2 مسمين سكندري B1 B2، فB1 هو اللي يقابل شنو؟ A1. على العموم هاي الموجه هسه بجهه السكندري، اذا اعتبرنا هذا اللاين يعني هذا A1 هو يقابل A1 وهذا النيوترال، بهاي الحاله راح احصل موجه اما ان فيز او اوت فيز. شلون نتاكد من هاي النقطه؟ انه نجيب اوسيسكوب، نربط مثل ما تعرف الاوسيسكوب بي كور وبي شيت بالكيبل مالته، او مثل ما هسه موجود بالمختبرات بالفتره الاخيره كان صار عندنا بروب، والبروب بطرف احمر وطرف اسود، الاحمر لاين والاسود هو النيوترال، ربطنا الاحمر هنا والاسود هنا، بهاي الحاله حصل موجه شنو؟ موجه ساينسودال مثل فولتيه الساينسودال مال المصدر، وجيت للسكندري وربطت الاحمر او الكور هنا والشيت هنا او الاحمر هنا والاسود هنا، هم ايضا راح حصل موجه ساينسودال. هسه بالاوسيسكوب راح يظهر عندي موجتين، اذا كان موجتين ان فيز معنى هذا الطرف يقابل هذا الطرف، هذا راح يصير مثل ما تعرف بهذا بالمصدر، هذا مثل نيوترال او نقرضه، وهذا مثل نيوترال او نقرضه في جهه السكندري، وهذا مثل لاين وهذا مثل لاين. بهاي الحاله راح حصل موجتين ان فيز، او لا اذا على الشنل مال الاوسيسكوب حصلنا موجتين اوت اوف فيز، معنى هذا الطرف مو هو اللي يقابل هذا وانما اللي قابله هو هذا الطرف الثاني، فنعتبر هذا هو اللاين وهذا نعتبره شنو؟ النيوترال او اللاين في جهه النيوترال او الايرث في جهه السكندري. هذا باستخدام الاوسيسكوب ممكن نسوي هالتجربه بسهوله بالمختبر او لا. نيجي نربط البرايمري والسكندري على التوالي، انه هذا الطرف هذا الطرف A2 نجيب نربطه لهذا الطرف اللي فوق A1 او A2 ربطه ويا B1 عبر المصدر. هاي المحاوله اذا كان اطرافها A1 A2 B1 B2 نربط A2 مع B1 ونربطها عبر المصدر. في هذه الحاله اذا كانت B1 تقابل A1 راح يصير الموجه او E1 و E2 ان فيز فيهن عكس فولتيه المصدر، راح ينسحب تيار قليل I يساوي V ناقص E1، فيهن متعاونات ويا بعضهم ضد فولتيه المصدر ينسحب تيار قليل. طبعا احنا راح نربطن على التوالي ونزود الفولتيه بالاوتو ترانسفورمر اللي موجوده بالمختبر شويه شويه، ونشوف التيار اذا بدا يزيد التيار لا، اذا التيار استمر قليل معناه اوكي B1 يقابل شنو؟ يقابل A1، ونأشر هاي نقول هذا الطرف واللي يقابل هذا الطرف وهذا الطرف الثاني A2 يقابل شنو؟ B2. إذا لا زودنا الفولتية شوية شوية بدنا ينسحب تيار عالي معناه E2 تعاكس شنو؟ يعني E2 باتجاه الأسفل، معناه الطرف اللي قابل A1 من هو الطرف الجوه، فيصير A1 وهذا نسميه B1 وهذا يصير شنو؟ B2. هذا يمتى إذا انسحب تيار شنو؟ بدنا ينسحب تيار عالي من المحولة. هذا بالنسبة لاختبار القطبية بولاريتي تيست. زين، بالنسبة للاختبار الثاني هو اختبار الشورت سيركت تيست. هذا الاختبار نسوي شورت على اطراف المحاولة بالسكندري، المحاولة نسوي شورت صريح بانه نجيب واير ربط على اطراف طرفي السكندري، ونخلي كلاب ميتر في جهة السكندري. ليش كلاب ميتر؟ حتى نراقب التيار اللي يمر في جهة السكندري، او لا نربط اميتر مباشرة على اطراف السكندري. فالاميتر مثل ما تعرفون دائرة مكافئة الى مقاومة صفر، فهو مثل شورت سيركت، وبهاي الحاله نسوي شورت باستخدام الاميتر، وهذا التيار نسميه I2 شورت سيركت، ونخلي لنا فولت نخلي في جهه المصدر ثلاث اجهزه، I1 يقيس اميتر يقيس I شورت سيركت في جهه المصدر، والثاني يقيس الفولتيه المجهزه من المصدر، والثالث جهاز الواط ميتر. الواط ميتر هو جهاز يحتوي على ملفين، ملف تيار وملف فولتيه. ملف التيار مثل الاميتر يعني مقاومة ثقيلة ويربط على التوالي مثل الأميتر، وملف الفولتية مقاومة عالية ويربط على التوازي مثل الفولتميتر. طبعا طريقة الربط مالته
الواط متر مثل ما حبينا عندنا بالمختبر باربع اطراف، اثنين لملف التيار واثنين لملف الفولتيه. هسه بهاي الحاله احنا جبنا هذا الطرف وسوينا طرف مشترك بين ملف التيار وملف الفولتيه اللي هو بجهه الحمل. في هذه الحاله يعني هذا الطرف المشترك اما يكون بالبدايه او يكون وين بجهه الحمل. هسه بهاي الحاله هذا التجربه اللي تسمى تجربه الشورت سيركت يسموها تجربه التيار العالي والفولتيه المنخفضه، الشورت صار في جهه في الجهه الثانيه في جهه اللود. طبعا ليش انا بهذه الحاله؟ لانه تيار عالي راح يصير دروب فولتج على ملف التيار، وبالتالي ملف الفولتي شوفه راح يقيس ان الفولتيه مباشره على اللود مالنا، اللود مالنا اللي هو المحوله. هسه بهاي الحاله واط متر بالنسبه للود منه؟ بالنسبه للود هو المحوله، فيقيس مباشره فولتيه المحوله، وكذلك الفولت متر شوفه مربوط مباشره ويا ملف الفولتيه، اثنيناتهم نفس الجهه بنفس الاطراف. اما ملف التيار والاميتر صارت بالبدايه، بالتالي دروب فولتج اللي تصير على التيار او ملف التيار او على الاميتر مهما يكون هو قليل، لكن بسبب التيار العالي انه مقاومته قليله ملف التيار والاميتر، فلكن لانه تيار عالي راح يصير دروب فولتج عليه، وبالتالي هو صار خارج يعني اطراف الفولتميتر، وبالتالي ما يصير عندنا خطا في قراءه الواط ميتر من خلال قراءه الفولتيه على ملف التيار. وبالتالي هاي الطريقه المستخدمه في حاله الاختبار الشورت سيركت، لازم نركز عليها ركز عليها في اختبار الاوبن سيركت. راح يكون الربط بالعكس، راح يصير النقطه المشتركه بالبدايه. فاذا باختبار الشورت سيركت يكون ربط الواط متر بهذا الشكل. على العموم هذا الاختبار اختبار التيار العالي والفولتيه المنخفضه. بهاي الحاله ليش فولتيه منخفضه؟ بهذا الاختبار احنا لازم عندنا الرابط الاساسي والشرط الاساسي كونديشن، هو الاساسي هو انه هذا التيار ما يتجاوز التيار المقنن، لان انا مسوي شورت على اطراف المحوله، اذا انطي فولتيه عاليه في جهه المصدر راح تحترق المحوله، لهذا لازم ازود الفولتيه شوي شوي واراقب هذا التيار بحيث ما يتجاوز التيار ريتد للمحول. بهاي الحالة طبعا حصل الفولتية المعطاة منخفضة أقل بكثير من الفولتية المقننة، ونوصل بهذا التيار إلى تيار المقنن، لهذا يسمى اختبار تيار عالي وفولتية منخفضة. زين، الدالة المكافئة شو راح تصير للمحولة في هذه الحالة؟ راح يصير هنا عندي شورت، هذين العنصرين هنا عندي شورت، لأن مسوي شورت على أطراف السكندري ما عندي ممانعة، وبهذه الحالة هنا عندي في شورت سيركت. هذا التيار أي نوت هو صغير جدا مقارنة بـ I2 داش بالوضعية الاعتيادية. شنو نقصد بالوضعية الاعتيادية؟ الوضعية الاعتيادية إذا عندي لود عندي لود ومنطي فولتية كاملة. ليش؟ لأنه هذا التيار I نوت يعتمد على هاي الفولتية، فلما تكون الفولتية كاملة، شوف إذا العنصرين شو مربوطات اللي ينطن I نوت، مربوطات مباشرة على أطراف المصدر. وبالتالي I نوت لما تكون الفولتية كاملة إلى قيمة عالية، لكن لما تكون في شو الفولتية اللي هي في شو صغيرة جدا، بالتالي اي نوت راح تصير صغيره جدا. بالوضع الاعتيادي لما تكون الفولتيه عاليه يا شباب، لما تكون الفولتيه عاليه بالوضع الاعتيادي هو اي نوت اصغر بكثير من اي 2 داش، يعني اي 2 داش مثل ما قلنا قريب من القيمه المقننه له، فبالتالي اي نوت اصغر بكثير من اي 2 داش بالوضعيه الاعتياديه لما تكون الفولتيه المعطاه المجهزه فولتيه كامله. زين، ايش حال بهاي الحاله؟ انه تير اي 2 داش كبير جدا واي نوت راح يصير مجهز بفولتيه صغيره لانه عندي اختبار شورت سيركت، فبالتالي اي نوت راح يصير اصغر بكثير بكثير من اي 2 داش، وبالتالي اي نوت ممكن نعتبر اوبن سيركت ونرفع هذا الفرع، نعتبره غير بشكل تقريب غير موجود، نعتبر الدائره المكافئه هي عباره عن ذن العنصرين. او بطريقه ثانيه ممكن نقول انه ار كوفنت و اكس كوفنت صغيره جدا وهي مربوطه على التوازي مع ار نوت اكس ام، وار نوت اكس ام كبيره جدا، وبالتالي لما تربط ممانعه صغيره على ممانعه كبيره، الممانعه الصغيره تسوي شورت عليها والتيار ما راح يمر بالممانعه الكبيره، يمر كله بالممانعه الصغيره. فاذا ممكن بشكل تقريبي على هذا الاعتبار نرفع فرع المغناط. اذا راح يصير دار مكافئ المحوله هي عباره عن ار كوفلنت 1 بشكل تقريبي واكس كوفلنت 1 في حاله اختبار الشورت سيركت. زين، هذا الكلام هنا مذكور، اكس كوفلنت ار فيري سمول وين كومبير وذ ار نوت ان اكس ام، ار في شو از سمول فولتج وين كومبير وذ ذا ريتد فولتج. فور ذيس ريزنز The current through magnetizing brush is very small and can be neglected. إذا صار في تقريب اهملنا I نوت، then I نوت XM can be taken as open circuit. بشكل تقريبي اعتبرنا هذا الفرع هو open circuit. صارت دار مكافئة بالشورت هي عبارة عن R equivalent 1 و X equivalent 1. إذا بهذا الاختبار راح نقيس احنا شو راح نقيس؟ راح نقيس V short circuit المغذات، ونقيس قدرة الداخلة بالواط، لأن يعني هذا الواط متر يقيس لنا الفولتيه والتيار، وآخذ نظر الاعتبار حتى معامل القدرة، فهو يقيس القدرة بالواط، وقايسين التيار هو I short circuit. طبعا هذا التيار هو اي شو سيركت اي 1 يساوي اي 2 داش بعد ما اهملنا اي نوت ويساوي اي شو سيركت. هذا اي 1 التيار المجهز من المصدر يساوي اي شو سيركت، واي شو سيركت اعتبرنا يساوي اي 2 داش بعد ما اهملنا شنو؟ اي نوت. زين، دبليو شو سيركت شو تساوي؟ دبليو شو سيركت باي حاسه دبليو شو سيركت سكوير في ار كوفلنت 1،
ويساوي اي 2 داش سكوير في ار اكوفلنت 1. فدبليو شورت سيركت انه الواطمي راح يقيس ان هاي القدره اللي هي دبليو شورت سيركت سميناها. هاي دبليو شورت سيركت شو تمثل؟ تمثل كوبر لوسز عند هذا التيار اللي جاي مره. فاذا احنا منطين تيار مقنن بهاي الحاله هاي دبليو شورت سيركت تمثل دبليو سي يو فول لود اللي اخذناها بالمحاضره السابقه، يعني كوبر لوسز عند الفول لود. اذا هذا الاختبار هذا الواطمي يعطينا قراءه الكوبر لوسز عند الفول لود اذا احنا مرين تيار الفول لود. زين دبليو شورت سيركت زين اركوفلنت 1 شلون اقيسها؟ اركوفلنت 1 عندي فولتي وعندي قدره، فالقدره كلها على المقاومه. اذا دبليو شورت سيركت ساوي تيار تربيع في شنو؟ في المقاومه اركوفلنت 1 او اركوفلنت 1 نعم يساوي تيار تربيع في المقاومه. اذا اركوفلنت 1 يساوي دبليو شورت سيركت على من؟ على اي شورت سيركت سكوير مثل ما مبين من هذه المعادله اللي فوق. زين بعدين شلون اقيس اكس اكوفلنت 1؟ نجي نقول في على اي يساوي زد، في زد اكوفلنت 1 في شورت سيركت اي شورت سيركت. إذا x equivalent 1 ممثلة الموانع شو يساوي؟ يساوي z short circuit square ناقص r equivalent 1 square تحت الجذر. شنو قسنا هسه إذا؟ قسنا z equivalent 1 x equivalent 1 r equivalent 1. زين بعد نسبة i2 على i1 كنسبة i2 على i2 داش، لأن i1 يساوي تقريبا i2 داش. زين i2 على i2 داش كنسبة شنو؟ كنسبة n1 على شنو؟ على i2، لأن عرفنا i2 في n2 يساوي i2 داش في شنو؟ في n1، ما هي نعرفها سابقا. اذا i2 حصلنا i2 على i2 داش، اذا كانما حصلنا n1 على n2. i2 من يقيسها بهاي التجربه؟ i2 يقيسها i2 شورت سيركت، يعني هذا الاميتر قراءه مالته تمثل i2 شورت سيركت اللي يمثل i2، وهذا الاميتر قراءه مالته شو تمثل؟ تمثل i1 اللي هو قلنا يساوي بشكل تقريبي i2 داش. اذا نسبه قراءه هذا الاميتر او هذا الاميتر الى هذا الاميتر كنسبه شنو؟ شوفها نسبه i2 شورت سيركت على i شورت سيركت شورت سيركت كنسبة اي2 على اي2 داش، اذا كنسبة ان1 على ان2. اذا هذا الاختبار حصلنا به نسبة عدد اللفات. شنو استفاد من هذا الاختبار؟ اول شيء اختبار شورت سيركت شنو حصلنا من عنده؟ حصلنا من عنده عناصر الدار المكافئ، اثنين من عناصر الدار المكافئ اللي هي ار كوفلنت 1 واكس كوفلنت 1، باي ذا واي زد كوفلنت 1 حصلناها. زين شنو حصلنا؟ حصلنا الكوبر لوسز اذا مرنا تيار الفول لود، حصلنا كوبر لوسز عند الفول لود، وحصلنا بقى شنو؟ حصلنا نسبة عدد اللفات، نسبة عدد اللفات اللي هي n1 على n2. ايش قد نسبة اللفات المحولة حصلناها في هذا الاختبار؟ طبعا هنا العناصر اذا حكينا عن هاي العناصر فهاي العناصر خطية، يعني اذا مررنا تيار الفول لود حسبنا ذي العناصر. زين اذا مررنا تيار نصف تيار الفول لود حسبنا ذي العناصر، تختلف قيمتها؟ ما تختلف قيمتها، هي العناصر خطية. فاذا اذا كان قصدنا حساب هذه العناصر ممكن تيار المره مو تيار الفول، اذا ليس من الضروري انه يكون انه التيار اللي مره هو يساوي تيار الفول لود للمحوله، لانه العناصر مال الدار عناصر خطيه. بس اذا مررنا تيار نصف تيار الفول لود او ربع تيار الفول لود او ثلاث ارباع تيار الفول لود بهاي الحاله دبليو شو سيركت اللي قيسها الواتميتر ما راح تمثل دبليو سي يو فول لود، تمثل دبليو سي يو فول لود فقط اذا مررنا تيار الفول لود. اذا نقول ان هذا اختبار اختبار شو سيركت ليس من الضروري انه نمرر به تيار الفول لود، ممكن لان عناصر الدائرة عناصر خطية، ممكن عند اي تيار تمرر وتحسب ار كوفلنت 1 ان اكس كوفلنت 1. من المفضل من الافضل انه هذا الاختبار بعد النقطة الأخيرة، من المفضل هذا الاختبار؟ هل المفضل انه هذا الاختبار نسوي شورت سيركت في جهة اللو فولتج ونجهز جهة الهاي فولتج او لا؟ نسوي الشورت في جهة الهاي فولتج ونجهز جهة الشورت سيركت جهة اللو فولتج. هذا الاختبار يفضل ان نسوي الاختبار في جهة اللو فولتج ونجهز جهة الهاي فولتج. ليش؟ لان انا لما مرر تيار المقنن فجهة اللو فولتج تيار المقنن عالي، التيار المقنن في جهة الهاي فولتج راح يصير اقل، مطلوب اقل، فحتى المصدر يتحمل قد المصدر ما يتحمل هذا التيار العالي. فلهذا لما نجهز جهة الهاي فولتج راح يصير التيار المقنن شو يكون؟ اقل. لكن لو عكسنا الآية انه جهزنا هنا سوينا الشورت بالهاي فولتج جهزنا جهة اللو فولتج ومررنا التيار المقنن، في هذه الحالة التيار المقنن المطلوب من المصدر راح يصير شنو؟ عالي، لأنه احنا مجهزين جهة الفولتية المنخفضة. فإذا هذا الاختبار من المفضل أن تجهز الفولتية في جهة الفولتية العالية ونسوي الشورت في جهة الفولتية المنخفضة حتى يكون التيار المطلوب من المصدر أقل ما يمكن. هذا بالنسبة لاختبار الشورت سيركت، حصلنا من عنده على عناصر دار مكافئة، حصلنا من عنده على الكوبر لوسز عند الفول لود، وحصلنا منه على نسبة عدد اللفات للمحول. زين وكذلك طبعا هذا التيار حصلنا منه مثل ما قلنا الكوبر لوسز ات فول لود
للمحاولة ونسبة عدل عدد اللفات. زين نجي للاختبار الثاني، نكمل الاختبار الثاني شباب على المقطع الفيديوي التالي. شكرا جزيلا لكم.